أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم رائدة الأعمال مدام ميثا العويس من ميثا تريت. أهلا ميثا. السلام عليكم. هلا. وعليكم السلام، وأهلا وسهلا فيك بالبرنامج معنا. وبالبداية بنحب تعرفينا المزيد عنك وعن بداياتك مع الكيكس. نعم، فاسمي ميثا العويس، أنا أخصائية تغذية وأسست ميثا إن تريت في مايو 2020، ونحن نقدم الحلويات الصحية واللذيذة، لأننا نستخدم المكونات خالية من البلوتين، من البيض، الألبان، وبعد السكر المكررات. ميثا، ممكن تخبرينا المزيد عن البرودكتس الخاص فيك وكيف تميزت عن البرودكتس الموجود في السوق حاليا؟ نحن نقدم متنوعة الحلويات، مثلا عندنا كوكيز، كيكس، براونيز، بس مو بس كوكي عادية، مثلا عندنا الكوكي اللي فيها براوني داخل، عندنا بعد في مافن اسمه ستيكي ديت مافن ويشبه ستيكي ديت بودينج. وتميزنا بعد ان نستخدم المكونات الطبيعية، مثلا عندنا الدقيق اللوز، دقيق الشوفان خالي من جلوتين، الفلاكسيدز، زيت جوز الهند، والأهم شيء انه لا تسبب بالانتفاخ او الارتفاع في السكر، في مستوى السكر الدم. وطبعا هذا وايد مهم، ان في ناس يعانون من الحساسيات، الالبان، البيض، ولا البروتين. ميثا، بعد النجاح الرائع اللي حققتيه، ما هي الخطه او الرؤيه المستقبليه للبزنس؟ خطتي هي الاستمرار في تنميه شركه ميثا إن تريت في الامارات العربيه المتحده، ومن ثم التوسع على مستوى الاقليمي، واتمنى ان ارى منتجاتنا في الكافيات وبعد المطاعم في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. نتمنى لك دائما التوفيق وتوصل للعالمية. الله يشكرك. ميثا، أنت كرائدة أعمال وصاحبة خبرة طويلة وكمقيمة في دولة الإمارات، ما هي نصيحتك لأي حد عنده طموح يأسس عمله الخاص داخل الدولة؟ أنا نصيحتي على أي حد يبغى يبدأ البزنس هي البدأ. وايدين يفكرون إن لازم يكونون 100% جاهزين قبل ما يعني يبدؤون البزنس، بس ها عادي، أهم شيء إن تتعلمون على الطريق. كما نسمي on the go learning. بالنهاية بدها تخبرينا وتخبري جميع المشاهدين بتابعونا حاليا كيف بنقدر نوصل ونتواصل مع ميثا إن تريت. يمكنكم التواصل معنا وتشوفون منتجاتنا عبر الانستغرام meitha.an. شكرا جزيلا ميثا، ونتمنى لك دائما التوفيق والنجاح وتوصل للعالمية. مشكورة. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.